يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف التاسع، نتعرف اليوم في درسنا على اللسان. اللسان بالتعريف هو كتلة عضلية تقع داخل الفم، إذن كتلة عضلية تقع داخل الفم، وهو مثبت من ثلثيه الخلفيين وحر من ثلثه الأمامي. على سطح اللسان توجد كما نرى هنا بالمكبرة، يمكن رؤيتها عن قرب، حليمات ذوقية. من تعدد لي أشكال الحليمات الذوقية؟ شروق، حليمات كأسية وحليمات كمئية وحليمات تويجية، وهي تميز أنواع الطعوم لأنها تحتوي على براعم ذوقية. أما الحليمات الخيطية فما وظيفتها؟ من تجيب؟ ما وظيفة؟ تفضلي. إذن دورها لمسي لأنها لا تحتوي على براعم ذوقية. بالنسبة للبرعم الذوقي يحوي على خلايا حسية ذوقية لها أهداب، وهذه الخلايا تتصل من قواعدها مع ألياف العصب اللساني البلعومي. أما السطح السفلي للسان كما نرى فهو لا يحوي على حليمات ذوقية، إذن لا توجد حليمات ذوقية على السطح السفلي للسان، لذلك لا يمكن تمييز الطعوم بالسطح السفلي للسان. الحليمات الكأسية توجد في قاعدة اللسان بشكل حرفي هنا، وتسمى بالسبعة اللسانية، تأخذ شكل حرف في أو سبعة، لذلك تسمى بالسبعة اللسانية. نتذكر قول الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذن اللسان ذكر في كتاب الله العزيز، والإنسان مسؤول عن لسانه ما ينطق به، لذلك فعلينا أن نحفظ ألسنتنا ولا نذكر بها إلا الله، ونذكر بها الكلام الحسن والكلام الطيب، وجزاكم الله خيراً.